ده، لان قبل كده كان ممكن يحصل ان الرقابه الشعبيه دي بتبقى رقابه بتطالب بالحذف مثلا وبتطالب بالتغيير والتغيير لكن لو مرة الرقابه الشعبيه مختلفه وعي شديد جدا بقيمه نجيب محفوظ وباهميه نجيب محفوظ. اللجنه دورها حسب فكرت في كده ليه؟ هو ده الموضوع قبل دورها. شوفي هو اتكتب دراسات كتيره جدا يعني، وسنه 95 و94 حصل ان قبل الفتره دي كان نجيب محفوظ ممنوع من دخول الدول العربيه، هو واحسان عبد القدوس ويوسف ادريس واخرين. قبل كم؟ قبل 88 تحديدا. قبل 88 قبل المصالحة العربية. يعني كانت في قطيعة ما بين مصر والدول العربية بسبب كامب ديفيد. بعد المصالحة العربية سمحوا بدخول الكتب المصرية بعض الدول العربية، كان من بعض الدول طلبت حذف بعض الجمل من شغل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس. طيب بما ان احنا بصدد الأستاذ دلوقتي نجيب، طلبوا ايه في حذف نجيب من حذف؟ شوفي مفيش يعني مفيش معيار معين، يعني مثلا ممكن تلاقي جمله كده في بدايه ونهايه انها جريمه جنسيه، فتلاقي مثلا كلمه جريمه جنسيه تتشال. لا والله. الاستاذ حلمي النمنم سنه 95 نشر المقاله دي، مكتبه مصر تحرف اعمال نجيب محفوظ 149 تغييرا في السمان والخريف و88 في بدايه ونهايه. هنا بيتكلم على استاذ حلمي النمنم وزير الثقافه الاسبق. بيتكلم على السينما ولا بيتكلم على روايات؟ لا على الروايات. على الروايات. تمام. ده التغييرات. كتير من اعمال الاستاذ نجيب محفوظ بسبب السماح بدخولها بعض الدول العربيه واشتراطات هذه الدول للحذف تعرضت لحذف بعض الجمل. وده كان بموافقه الاستاذ نجيب محفوظ عشان تبقى الناس. لا يعني الاستاذ نجيب محفوظ في حوار، في هذا الحوار اتكلم صراحه ان هو ضد هذا وانه لما خد نوبل بسبب صراحة الرواية، بسبب هذه الطبعات، وبالتالي مفيش داعي. لأن ده جزء يعني ده المهم، ان هل نجيب محفوظ وافق على هذا ده ولا لا. احنا معانا وثائق بتثبت ان نجيب محفوظ ضد هذا التغيير او ضد هذا العبث، وده كان قضية صحفية بالمناسبة مصارعة طبعا طوال سنوات 94 95 96 صحيح. يعني استمرت اني اوقفوا هذا العبث باعمال نجيب محفوظ. لكنه كان غاضبا استاذ نجيب طبعا. محفوظ كان غاضب من بشده. ومع ذلك ما قدرش يمنع انه اعماله يعني ما تكونش موجوده في هذه الدول. يعني 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 كان لابد انه يلغي العقد وقتها، وهو ما لغاش العقد. يعني ده كان جزء من المشكله. لكن هو كان معترض ومحتج وعبر عن ده في حوارات صحفية عديدة. انه ضد هذا التغيير اللي لحق بأعماله. طبعات الجديدة بقى في الحالة دي، علشان يعني تبقى الأمور واضحة بالنسبة للمشاهد، الطبعات الجديدة ما قدرش الأستاذ نجيب ولا ما قدرتش الشروق، ولا ما كانتش الشروق هي اللي كانت؟ لا ما كانش الشروق. ما كانش الشروق. لا الشروق ما كانش الشروق مش مسؤولين عن هذا عن هذه التغييرات. لا أنا فاهمة. أنا فاهمة. ولا ليهم دور. يعني الشروق بدأ العقد بتاعهم سنة 2004 2005 قبل رحيل الأستاذ نجيب بفترة. صحيح. ولما كانوا ما حصلش بقى إن الشروق لما كانوا بيكتشفوا أخطاء فعليا كانوا بيصلحوها. يعني ده مثلا قضايا السيرة الذاتية. قضايا السيرة الذاتية من سنتين بالظبط كده، بالك أنت مش هتروح بالكتب دي، بس مبدئيا قصاد المشاهد وعلى الهواء عشان نبقى متفقين. قضايا السيرة الذاتية من أهم أعمال نجيب طبعا محفوظ. طبعا. يعني كان المخطوط بتاعها مفقود. انا وانا بقرا مثلا لقيت جمله عجيبه جدا، لقيت في احد النصوص بعنوان الطوفان: سياتي الطوفان ويكتسح النساء. صحيح. والمفسدين. والفاسدين. ليه النساء؟ يعني اللي ليه الجمله دي؟ ليه الجمله العجيبه دي يعني؟ فأنا يعني رجعت كمان كل مش كانوا بيحذفوا فقط، دول كانوا بيضيفوا. ده الخطا. لا ده غير الاضافات احيانا، يعني الاضافات دي بسيطه، لكن كان في مشكله ان ممكن حرف واحد
طبعا يغير العقد طبعا. يعني في عدم مهنيه من المصححين المسؤولين في بعض دور النشر بتؤدي لكوارث. يعني طبعا سياتي الطوفان ويكتسح النساء. ازاي مش تركيبه بعد محفوظ طبعا. بعد بحث طويل عن مخطوط العمل اللي هو موجود في مكتبه الجامعه الامريكيه والصديق الاستاذ احمد بدير في دار الشروق جاب نسخه منه، واكتشفنا ان الجمله سياتي الطوفان ويكتسح الفساده والفاسدين. ففي حرف الف في الاصل تحول الى حرف نون، صحيح، فعامل مشكله. فالفكره الاساسيه دي مهمه اللجنه، ان هنبحث ما الذي تم حذفه في طبعات مكتبه مصر، وما لم تتمكن الشروق من تصحيحه خلال الفتره، لان الشروق عملت كمان مجهود مهم جدا في روايه اولاد حارتنا. صحيح، يعني حتى الطبعه البيروتيه، الطبعه اللبنانيه، كانت مش بس ما يعني اولاد حارتنا مش بس ممنوعه من دخول مصر، اولاد حارتنا تعرضت ايضا لتشويه وحذف في الطبعه اللبنانيه. دار الشروق بدايه من الطبعه التاسعه ليها صلحت الاخطاء واضافت المحذوف، فبقي لاول مره عندنا روايه اولاد حارتنا. ف يعني في عبث يعني لحد كبير جدا تعرضت له عمال نجيب محفوظ على مدى 60 عاما، ما تعرفيش ايه سببه. يعني هنا مثلا رواية زي زوايا المدى دي الطبعة طبعة الكتاب الذهبي في روزا اليوسف دي تعرضت لرقابة، يعني النهاية بتاعت الرواية محذوفة مثلا، مش موجودة هنا في طبعة مكتبة مصر. تمام، وهكذا هتلاقي جمل كتيرة جدا، يعني جمل أو حروف واقعة أو بس كلمات. النهاية تتغير في رواية ده عبث. ما هو ده قيمة يعني العبث. يعني مش فكرة، لا ده انت بتغير فينال زي فينال فيلم مثلا. بس ده يعني الطبعة الذهبية كانت في الخمسينات، في منتصف الخمسينيات. لما اعيدت الطباعة بعد كده، لا ما يعني رجعت للنهاية اللي كتبها بيها الاستاذ نجيب محفوظ. تمام.